اخت حضرتك ما زالت منقبه؟ اختي لا زالت لحد النهارده؟ صحيح، لا زالت اختي منقبه حتى الان، لكنها حتى الان يعني هي نفسها التي كنت اعرفها واحبها ولا زلت احبها واعرفها، حب الحياه ويعني والرغبه في الانفتاح على الناس كلها والقبول للاراء والاختلاف، قبول لارائي واحترام هذه الاراء وقبول لهجومك؟ وقبول هجوم وكل شيء وهجوم. وانا والدي اساسا استاء كثيرا للغايه من ارتداء النقاب، والنقاب لا في الاسلام ولا في الدين ولا له اي علاقه بال يعني بأي فرض من أي الفروض يعني. نقدر نحطه في سياق الفضيلة؟ ولا نقدر نحطه في أي سياق. ولا الزي له أي علاقة بالفضيلة أساسا يعني. الزي شيء لا علاقة له لا بالدين ولا بالأخلاق ولا بأي حاجة. إبراهيم عيسى وهو بيلعب أدواره على مسرح الحياة في روايته هو، إيه الأقنعة اللي بيستخدمها؟ إيه الأقنعة اللي بيخفي وراها ما يريد إخفائه وبيستخدمها في اللي هيحقق مصلحته أو نشر أفكاره؟ أنا يعني أشد بلاهة وسذاجة أن أنا أعرف أرتدي قناعاً. أنا تكشف قناعي في ثانية. في أقنعة بيتهم إبراهيم عيسى باستخدامها، هنتكلم عنها بعد ما تقول لي مونولوج التحول في حياة حضرتك، اللحظة اللي مرت عليك وأخدت موقف مختلف وتغير طريقك في الحياة وبقت هي دي سكتك للنهاية وانتصرت لنفسك فيها، فاكرها؟ لا مش فاكرها، لأنه مفيش لحظة بعينها. لأن حضرتك عملتها بدري قوي. في منهج في منهج من الأول خالص. اللي هو إنك أنت مش أسير أفكارك. يعني أنا عندك فكرة مقتنع بيها لكن يثبت لك تلاقيها متناقضة يعني ضعيفة، في حجج كتير ضدها. ده بيخلي حضرتك تغير في أفكارك وقناعاتك كتير؟ طبعا لازم، ده نوع من الفرض على أي مفكر أو صاحب فكر يعني، إنه يعيد النظر ويجدد في أفكاره، إنه بتتسع معلوماته، إدراكه، نضجه، خبراته في الحياة. ممكن ده بيؤخذ على حضرتك أحياناً، عشان كده مثلاً قلت إنه حضرتك بتتهم ساعات باستخدام قناع مثلاً التحول. مفيش تحول، مفيش إنه يتحول من الدفاع المستميت عن قضية أو رأي ويبقى بيهاجم نفس القضية ونفس الرأي ثم يعود أو لا يعود وهكذا. أنا مش عارف تحولت من أني رأي إلى أني رأي، لكن لا أقدر أقوله إنه أنا ممكن جدا 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 تتحول في الرأي والموقف، إنما لا تتحول في المبدأ. يعني مثلا فليكن يعني لو احنا عايزين نتكلم في السياسة فأنا أقدر أقول لك مثلا إن أنا وأنا عمري 18 سنة كنت أمين نادي فكر الناصري بجامعة القاهرة، نائب رئيس اتحاد. والنهارده حضرتك بتهاجم عبد الناصر؟ طبعا لا مش النهارده بس، من زمان بعيد. من شويه حلوين. لكن هل معناه ان ولد عمره 18 سنه بالظبط 18 سنه او 18 سنه وشويه ناصري فيفضل اسير ناصريته وهو شاب عمره 18 سنه رغم ما يتكشف له وهو قاعد يقرا في التاريخ ويقرا في السياسه ويشوف التجارب الإنسانية ويسمع من الشهود ويشوف من الوقائع والحقائق؟ فالمفروض إنه لا، أنا يا جماعة قلت على نفسي ناصري فما ينفعش أغير عكس التطور وأقول ده جنون، ده جمود، ده جمود يستحق يعني. طب يعني لو عمل مواطن عادي أو فرد عادي هو حر، إنما يعمله حد بيقول على نفسه إنه الفكر قضيته، إنه مخاطبة الرأي العام، وإنه يعرض آراءه وأفكاره للناس، وإنه يحاول يغير في منظومة أفكار بلده، فيظل مشلولاً عند فكرة لمجرد إنه اعتنقها في وقت من الأوقات أو رأى أنها صحيحة في وقت من الأوقات، هذا جنون.